يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الرجل التنين، هذا الخبر اليوم أقرأه أيها الأحبة، وهو دليل على صدق القرآن العظيم أن الإنسان لم يتطور أبدا. الحقيقة نظرية التطور جاءت لتدعم الملحدين، جاءت لتقول إن كل هذه الكائنات وجدت بالمصادفة ونشأت من بعضها اعتبارا من الخلية الأولى في بداية الخلق قبل 3.5 مليار سنة، انتهاء بالإنسان الذي وجد قبل مئات الآلاف من السنين على هذه الأرض وتطور من أسلاف شبيهين بالقرد، الذي تطور أيضا بدوره هذا الشبيه بالقرد تطور من قرد. إذن أصل الإنسان قرد، يعني جد الإنسان هو القرد. ولكن هذه النظرية لا زالت تتخبط حتى اليوم، ولم يأتي العلماء ببرهان واحد فقط لإثبات صدق قولهم هذا. اليوم أيها الأحبة أنا سأقرأ من موقع بي بي سي هذا الخبر العلمي حول ما أسموه الرجل التنين، وهو اكتشاف لجمجمة إنسان عاش قبل أكثر من 100,000 سنة. هذا الإنسان الجمجمة التي اكتشفت بحالة جيدة جدا، ودليل على أنه لم يتطور، هو إنسان كامل مثل البشر. ولكن هناك أيها الأحبة البشر لهم سلالات، وهناك انقراضات تحدث في عالم البشر كما أشار القرآن إلى ذلك. يعني أيام سيدنا نوح انقرض الكثير من البشر وبقيت ذرية سيدنا نوح، ثم حدثت انقراضات كثيرة مثل قوم عاد انقرضوا، قوم ثمود، قوم لوط، هؤلاء الذين أهلكهم الله، ثم أنشأ من بعدهم ذرية أخرى بشرا آخرين. وهكذا البشر ليسوا كلهم يعني نفس المعيار، إنما هناك سلاسل بشرية متنوعة، ولكن كل هؤلاء يعودون لرجل واحد هو سيدنا آدم، كما أثبتت دراسة علمية تحدثنا عنها سابقا تقول بأن كل البشر من نساء ورجال على الأرض اليوم، 7 مليارات الموجودون على الأرض، يعودون لإنسان واحد عاش قبل بحدود 250,000 سنة. إذن أيها الأحبة دعوني أقرأ معكم هذا الخبر العلمي. هنا على موقع بي بي سي كما نرى أمامنا عنوان البحث: نشوة علمية باكتشاف جمجمة الرجل التنين، وهذا الاكتشاف في الصين. هذه المقالة منشورة يوم 26/6/2021. طبعا هذه جمجمة، تقول المقالة: كشف علماء الحفريات في الصين عن جمجمة الإنسان قديم قد تكشف عن سلالة جديدة من البشر القدماء. طبعا أيها الأحبة هناك إنسان نياندرتال، هذا الإنسان كانوا يقولون هو نوع آخر من البشر، تبين أنه بشر مثلنا، ولكن كما قلنا البشر يتطورون عبر آلاف السنين، ولكن في النتيجة يبقى بشرا. فهذه الجمجمة هي لبشر بكل ما تعني الكلمة. ولكن بقى العلماء اليوم أو كثير من العلماء يحاول أن يوهمك أن هذا البشر تطور من شيء آخر ويختلف عن البشر الآخر، بالنتيجة كله بشر. وسنقرأ الآن أيها الأحبة. طبعا هنا العلماء يقولون إنها تنتمي لأقرب السلالات إلى الإنسان العصري في سلسلة التطور. يعني انظروا كيف يعني سبحان الله متناقضون. أنا من أكثر المقالات والأبحاث تناقضا على شبكة الإنترنت أبحاث التطور. يعني ذات مرة أنا عرضت دراسة قام بها أكثر من 80 عالم في 10 جامعات كبرى، منها جامعة صينية وأمريكية وغيرهم،
قاموا بدراسة أثبتوا يقينا بالكمبيوتر باستخدام السوبر كمبيوتر أو ما يسمى بالكمبيوتر العملاق، أثبتوا أن الحشرات منذ أكثر من 200,000 سنة لم تتطور، ولم يحدث في من 200 مليون سنة. الحشرات نشأت قبل بحدود 500 مليون سنة جنبا إلى جنب مع خلق النبات، ولم تتطور حتى اليوم. ثم يقولون لك هي تطورت، يعني في نفس المقالة تجد التناقض. لذلك الله تعالى وصف أمثال هؤلاء عندما قال: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أمر مختلط. دعوني أتابع معكم أيها الأحبة. هنا يقولون عن الجمجمة إنها تنتمي لأقرب السلالات إلى الإنسان العصري في سلسلة التطور بين الكائنات المعروفة، مثل إنسان نياندرتال وهومو إريكتوكس. والعينة التي أطلق عليها الرجل التنين تنتمي لمجموعة بشرية عاشت قبل نحو 146 ألف عام في شرق آسيا، وعثر عليها في منطقة هاربين شمال شرق الصين عام 1933، لكنها لم تستحوذ على اهتمام العلماء إلا في الآونة الأخيرة. إذن أيها الأحبة، هذه الجمجمة مكتشفة قبل يعني تقريبا 90 سنة، ولكن الآن تمت دراستها لأن الأجهزة لم تكن متطورة. الأجهزة تطورت اليوم، وأصبح بالإمكان تحديد خصائص الإنسان الذي كان يعيش قبل 146 ألف عام وتبين أنه بشر مثلنا. دققوا معي أيها الأحبة، هذه الصور يرسمونها لذلك الإنسان، وهي صور قد تكون بعيدة عن الواقع أحبتي في الله. مثل هذه الصورة، هذه الصورة هنا أنا أتصور أنها نسجت من الخيال، قد تكون بعيدة عن الواقع، وليس من الضروري أن يكون الإنسان بهذا الشكل على فكرة. هنا يكتبون صورة تخيلية لشكل الرجل التنين، حتى الاسم مضلل، يعني لا يوجد رجل تنين ورجل غير تنين. هنا أيها الأحبة، يقول باحثون إن الاكتشاف يمكنه إعادة كتابة الشكل المتصور لطبيعة التطور البشري، ويعتبرون أنها السلالة أكثر قربا، أنها لسلالة أكثر قربا للإنسان من نياندرتال. إذن أيها الأحبة، هذه الجمجمة التي اكتشفت، وهذا هذه المقالة هنا أيها الأحبة، الجمجمة المكتشفة حديثا تؤكد أن هذا الإنسان لم يتطور لا من قرد ولا من غيره، بل هو بشر كامل، هو بشر كامل أيها الأحبة. أنا لن أطيل عليكم اليوم، ولكن أريد أن أقول كلمة فقط أو تعليق حول هذا الاكتشاف العلمي. هذه الجمجمة تعود لإنسان يمتلك نفس قوى الإنسان الموجود حاليا: الذكاء، الحركة، قد يكون يعني لديه قدرة على الاختراع، على الإبداع، على الكلام، يتكلم، لديه قدرة على الكلام. وبالتالي هذا ينفي تماما أن هذا المخلوق تطور عن قرد. القرد لا يتكلم أيها الأحبة، القرد لا يستطيع أن يمسك القلم، هذا الإنسان يمكن أن يمسك قلم، يمكن أن يتعلم. القدرة على التعلم هي خاصة من خصائص البشر. القدرة على النطق لا يتميز بها إلا البشر. القدرة على الاختراع والإبداع هي خاصة من خصائص البشر أيها الأحبة. لذلك أحبتي في الله، كلما اكتشف العلماء شيئا جديدا، نجد أن القرآن العظيم سبقهم إلى الحديث. الله تعالى يقول: الله خالق كل شيء، وقال أيضا: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. لم يقل من قرد، لم يقل من سلالة مثلا من كذا. في آية أخرى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ليس هناك تطور أيها الأحبة بالمفهوم الذي تروج له نظرية التطور. هناك تغيرات نتيجة عوامل بيئية وعوامل اجتماعية وثقافية إلى آخره،
قد تحدث في البشر عوامل في الطقس في المحيط، تقلبات درجة الحرارة، تقلبات الطقس، كلها تؤثر على نوعية المخلوقات وليس على البشر فقط. لذلك أيها الأحبة، حتى الآن أنا أستطيع أن أؤكد لكم لا يوجد دليل علمي واحد على أن الإنسان تطور من قرد. كل الاكتشافات تؤكد أن هذا الإنسان له خلق مستقل، له قدرة على الكلام، بغض النظر أن الهيكل العظمي متشابه مع القرود أو بعض سمات هذا الكائن متشابه. التشابه هذا هو الدليل على أن الله واحد. لذلك أنا عندما يعني أقرأ مثل هذا الاكتشاف العلمي أتذكر قول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.